بالظبط، بيبقى فيه نقول ايه خطط تعاون على المستوى الدولي وانيشيتيف الحقيقي من يمكن منظمة الصحة كانت هي اللي ليها الدور كبير فيها، انه يبقى فيه جهات بتحاول تشوف زي فكرة الجافي والكوفاكس، جهات بتحاول توفر التطعيمات اللي اوريدي وصلت لمرحلة إثبات كفاءة علشان تقدر يبقى فيه اتفاقات ان احنا نوفر التطعيمات دي بأسعار مناسبة وبكمية تكفي الجميع من غير ما يبقى فيه جانب يضغط على جانب. طيب دكتور فالكلام ده تبقى اتفضل. اتفاقات دولية يعني. دكتورة لازم أسألك عن الدواء اللي أخده ترامب، وده دواء ما سمعناه ما كناش سامعين عنه قبل كده، في انتي بوديز اسمه اوريجون حاجه كده، انا مش فاكره بالظبط. هل هذا الدواء انتوا جربتوا ان انتوا تطلبوه مثلا، او ان احنا نجيبه، او لسه هو تحت التجربه، او ايه؟ هو الحقيقه لسه تحت التجربه زي ما حضرتك وضحتي، هو ما كانش يعني ما هوش مثبته واخده ترخيص يعني علشان نقدر نقول انه يبقى مطرح في الاسواق، بس هي فكره مشابهه لفكره العلاج ببلازما المتعفن، ايوه، ان ناخد الاجسام المضاده مستخلصه يمكن مركزه في تركيز اكتر علشان نقدر نديها الاجسام المضاده الكورونا من مستخلصه من مرضى اوريدي كانوا عندهم المرض وتعافوا منه، ونقدر نحقن او ندي الاجسام المضاده دي للمرضى علشان نساعدهم ان هم يتغلبوا على الفيروس.